مساء الخير مشاهدينا. حلقتنا لليوم في برنامج بيت للكل سنتناول موضوع هام جدا، التبعيات الاقتصادية السلبية التي ستنتجها وأنتجتها أيضا الحرب على غزة. عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نؤكد ونقول في بيت للكل بأن خسائر الاقتصاد العالمي كامل لا تساوي قطرة دم واحدة من دم شهيد فلسطيني. المنطقة العربية التي نعيشها ويعيشها بما يسمى الموقع الجيوسياسي للدول المحيطة بفلسطين هي الأكثر تضرراً اقتصادياً سياسياً وأمنياً وتبعيات كثيرة جداً. حلقتنا لهذا اليوم الذي سنطرح من خلاله سؤال كبير جداً، هذه المنطقة ونتيجة الموقع الجيوسياسي والدول الأكثر تضرراً اقتصادياً، كيف لنا أن ننجو من هذه الضائقة الاقتصادية؟ ما هي الفرص التي أمامنا كدول عربية حتى نصل إلى مرحلة الأمن الاقتصادي والتكامل الاقتصادي؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل. تمام يلانا، أتفق معك كثيرا. في دولنا العربية نحن نشهد تطور كبير في التنمية ومشروعات كثيرة، كل دولة تحاول أن تخطو خطوات كبيرة إلى المستقبل. نحن أيضا في مصر لو رجعنا بعقرب الساعة إلى سنوات أيضا وإلى مشروعات كثيرة موجودة تم الحقيقة الانتهاء منها ومشروعات ما زالت على الخريطة التنموية في مصر، هنلاقي مشروعات كثيرة، الطرق، شبكة الكباري الموجودة. حتى انت يا لانا لما بتيجي مصر كل يوم الحقيقه وكل وقت لما بنسجل بتقولي لي انا في كل زياره بلاقي فيه جديد بيتم في مصر وبلاقي اشياء جديده بيتم الحقيقه التعامل معاها. الحقيقه المشروعات دي ما كناش نقدر نستغنى عنها ابدا، يعني اولا التوسع الكبير اللي بقى موجود في القاهره، القاهره بقت حقيقه عاصمه كبيره فيها مشروعات ضخمه، التوسع ايضا في مشروعات تنمويه، التوسع ايضا في مشروعات ممكن تحقق لمصر اكتفاء ذاتي من مواردها في أشياء كثيرة جدا. ولكن مع كل هذا أيضا كانت مصر وقت هذه المشروعات تحارب الإرهاب، وكنا الحقيقة نردد هذا الشعار يد تبني ويد تحمل السلاح طول الوقت، وحاولنا قدر الاستطاعة أن نبني في وجود أيضا المحاربة على الإرهاب وأيضا القضاء عليه بالذات في منطقة العريش ومحافظة العريش، واليوم العريش هي المحافظة التي تساعد أهلنا في قطاع غزة والتي تمد أهلنا في قطاع غزة بكل المساعدات، سواء العريش كمحافظة أو المناطق أو حتى مطار العريش. لكن خليني أرجع تاني وأقول لك يا لانا أيضا ولكل مشاهدينا أنه يعني ما حدث الحقيقة من أحداث مش بس في مصر ولكن أحداث عالمية وأزمات كثيرة جدا، منها أزمة كورونا، تليها الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم ما يحدث وكرة النار التي اشتعلت في قطاع غزة. كل هذه الأحداث بالطبع لابد وأن تؤثر على أي اقتصاد، لابد أن تؤثر على أي مشروعات، لابد وأن تؤثر على خطط مستقبلية لأي دولة، فما بالك ومصر تحارب كل هذا، تؤمن حدودها الملتهبة من السودان لليبيا إلى ما يحدث في قطاع غزة وأيضا الكثير من الخطط الموجودة في المنطقة، ولكن ما زالت مصر يد تبني ويد تعمر حتى نخطو إلى خطوات مستقبلية بإذن الله. ولا يوجد دولة في المنطقة، منطقتنا، تتحمل ما تتحمله مصر، ولكن يكفي أننا نحلم ونعمل ونحقق على أرض الواقع. بالفعل شافكي، هي تحديات كثيرة فرضتها هذه الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وكذلك على دولنا العربية. وعندما نتحدث عن هذه التحديات يطفو على سطح التحديات الاجتماعية ما حدث للعائلات الفلسطينية التي اضطرت للتهجير مرات عدة في قطاع غزة، وما يحدث الآن من اكتظاظ سكاني في المناطق الجنوبية. نتحدث كذلك عن تحديات إنسانية ونفسية، ويطفو على السطح أيضا الموضوع الاقتصادي
وهو التحدي الأبرز فيما يتعلق بوضع المواطنين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية، سياسة التجويع والتعطيش، البطالة التي كانت موجودة أصلا في قطاع غزة وارتفعت بنسب غير مسبوقة في وقت الحرب وكذلك في الضفة الغربية. وهذا ما سيكون محور حديثنا في حلقة بيت للكل هذا المساء.